مستمرين معاك يا كابتن أسامة، وطبعا نجم اللقاء الأول وصاحب الهدفين علي عمرو، واحد من مواهب النادي الأهلي. وبالمناسبة علي لاعب مواليد 2002 وابن من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، اللي يعني من سنوات الأولى ليه في قطاع الناشئين في النادي الأهلي. علي برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي، تحياتي كابتن أسامة حسني، كابتن محمد حشيش، طبعا عارف أنت بتحب الكابتن حشيش، دكتور أحمد ثابت، ومبروك النهاردة على الأداء، مبروك على الفوز، مبروك على هدفين علي. الحمد لله. أنا يعني مش عارف طبعا هي فرحة غير الفرحة، بس احنا لسه قدامنا مشوار، احنا لسه قدامنا ماتشين ان شاء الله، مكسب في الماتشين ناخد الدوري. ده متهيألي هدف ان احنا بنسعى ليه من اول الموسم. يعني طبعا نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجة، بس احنا عندنا ماتشين، ماتشين الجايين هما دول اللي هيحسموا البطولة، وان شاء الله ربنا يوفقنا، والحمد لله على المكسب والجون والجونين ان شاء الله. كابتن حشيش عارف علي عمرو وعاش معاك اوقات كتير جدا بحكم ان وجود، كان طبعا يوسف كان بيلعب معاك في فريق 2002، واتكلم عليك واشاد بيك طبعا ما بين شوطي اللقاء وقبل اللقاء، وقال انت واحد من اللعيبه المهمه جدا في مركز راس الحربه في النادي الاهلي. كابتن حشيش معايا من يعني وانا عندي 6 7 سنين ايام الاكاديميه، طبعا هو زي والدي وجاري كمان، فيعني مش عارف اقول له، انا بشكره جدا وبقول له على الهوا انت وحشني يا كابتن ونفسي اشوفك، والحمد لله على الكلام الجميل ده، والف شكر يا كابتن. شفت لقطه بعد المباراه محفظه طلع منها، انا عايز افهم اللقطه، يعني في محفظه طلعت وشفت بتبص صوره، يعني الجماهير عايزه تعرف ايه اللي يعني ايه اللقطه دي يا علي، وعايزك يعني توضحها للجماهير. لا ولا اي لقطه والله، هو بس يعني ستي والده امي، بس هي ليا معايا صوره ليها، يعني بتفائل بيها قبل كل ماتش ببوسها، بس يعني عشان عزيز عليا جامد، يعني ربنا يخليها لي ان شاء الله. ربنا يحفظها لك يا رب كده وتفرح بيك ان شاء الله. بعد الماتش بقى كلمت حد لسه؟ بابا كان عارف، هو قاعد بيتفرج، مامتك؟ والله لسه ما طلعتش من الملعب، وانا مش عايز اطلع عشان يعني انت فاهم بقى الاجواء هنا بتبقى عامله ازاي، بس الحمد لله طبعا والدي ووالدتي انا بعدي لهم الجون ده، وبهدي لاي حد بيتفرج عليا. ما يعني بس الحمد لله يعني، وبعدي الجونين لوالدي ووالدتي، وان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله برضو ماتش الطلائع نعمل فورمه حلوه باذن الله، والدوري ان شاء الله لينا. دايما الهدف في مرمى الزمالك غالي. النهارده يا علي انتوا كلاعبين كنتوا بتتكلموا مع بعض، انا عارف استعدادكم للمباراه دي، انتوا دايما متمرسين في الفوز على الزمالك، انا عارف انت واحد من اللعيبه اللي ما خسرش ولا ماتش قدام الزمالك. الحمد لله. ما هو بص والله، هو حتى كلام كابتن شرف، كلام كابتن خالد معانا، هو طبعا ماتش مهم، ماتش مهم، بس ما ينفعش ان اللعيب يبقى نازل ماتش شادد نفسه على يعني شادد نفسه وخايف وقلقان. انت نادي اهلي، وبعدين انت دوافعك اكبر منهم، يعني مع احترام نادي الزمالك نادي كبير، بس انت بتلعب على البطوله، انت بتلعب من اول يوم. احنا كنا متاخرين، بس الحمد لله احنا اهو بننافس على البطوله، وبطوله قريبه، احنا بننافس على البطوله، هي دي روح النادي الاهلي. وبعدين الماتش على ملعبك، ما ينفعش ان انت تبقى متوتر، ما ينفعش ان انت تبقى مشدود، انت بتنزل تلعب لعبك، انت بتنزل تمتع الناس، بتمتع نفسك بس، والحمد لله، والنتيجه دي بتاعت ربنا. ده كلام كابتن شرف وكلام كابتن خالد معانا اليومين اللي فاتوا، انزل متع نفسك، انزل اعمل اللي عليك، خليك راجل في الملعب، والنتيجه دي بتاعت ربنا، ربنا هيكرمك في الاخر. شكرك يا علي، وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا يكرمكم في المباراه اللي جايه امام فريق طلائع الجيش. حبيبي يا حبيبي.